الدور التاسع رح نرتفع ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة ونكمل عواميدنا عادية رح نعمل اول عمود واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هاد قلنا رح نعتبره عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بأخر واحد رح نعمل عمودان بنفس المكان سلسلة يعني بهذا الدور رح يكون شغلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع عواميد منفصلين وبآخر واحدة رح نعمل عمودان سلسلة يلا نكمل مع بعض بعد ما عملنا السلسلة رح نرجع نعمل سبع عواميد هاي واحد اثنين شوف واضح اقربه كمان اثنين اه. ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، هاي السبع عواميد عملناهم وبأخر عمود رح نعمل عمودين، هي واحد اتنين بنفس المكان، سلسلة رح نرجع نكرر سبع عواميد وعمودين بأخر واحد، رح ارجع اكرره معكم، هي عمود واحد اتنين تلاتة. اربعه خمسه سته سبعه وبتامن واحد رح نعمل عمودين بنفس المكان سلسله رح نرجع نكرر كل اللي عملناه واحنا بنعمل من اول رح نرجع نعمله على كل الفروع اللي صارت عنا مجرد تكرار رح اجي اوصل لاخر شيء واعمله معكم وهون هينا قربنا نخلص الدور رح اسكره معكم باخر سطر هاي نعمل سلسلة ونرجع نكرر عواميدنا العادية هاي عامود عامود وكمان عمود هيك ثلاثة هيك ثلاث عواميد نقرب الصوره هاي ثلاث عواميد اربعه خمسه سته سبعه واخر عمود عنا زي ما اتفقنا بنعمل عمودين بنفس المكان يا زناخة الخيط لما يشبك وأنا بصور مم. ونعمل عمودنا الثاني سلسلة وبعدين نسكر بثالث سلسلة ارتفعنا فيها وهيك بكون خلص عنا الدور التاسع شوفوا ما أجمله خليني أبعد الصورة شوفوا ما أجمله كيف عم بضل يبين جماله وعن جد عن جد هذا من المفارش اللي عن جد حلوة وبتاخذ العقل يعني شكرا لمفرش الورد اللي شهر هذا التطبيق فهلا حنكمل الدور العاشر رح نرتفع ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة ورح نعمل عواميد عادية زي كل سطر ورح نضل نعمل عواميد لحد ما نوصل لاخر عمود ونرجع نعمل فيه التزايد هي عمود هي عمود كمان وهي عمود وهي اخر عمود بضللنا العمود العادي اقرب الصوره بضللنا اخر عمود بنعمل بنفس المكان عمودين وسلسله وبنرجع بنكرر اللي عملناه هون رح نرجع نعمله هون بس زي ما حكينا هذا الدور شو طبعا الثلاث سلاسل بنرجع بنقول من بنعتبرهم اول عمود فهذا رح نعتبره عمود واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هذا الدور بنعمل ثمان عواميد منفصلة. وبآخر واحد بنعمل اثنين بنفس المكان وسلسلة وهلأ بنكمل رح أرجع أكرره معكم زي ما عملنا من أول الحلقة بعدين أرجع أسكره معكم نرجع نكرر نعمل عواميد ما تنسوا السلاسل طبعا اللي هي سلسلة بين كل شكل وشكل شوفوا لأنه هي السلسلة هي الأساسية هي اللي عم تعمل الشكل شوفوا كيف ما أجملها بتاخد العقل فهلأ خلينا نكمل هاي السلسلة هاي الثلاث عواميد أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية وبتاسع واحد راح نعمل عمودين بنفس المكان خلصناها راح نكمل سلسلة ونرجع نكرر عواميد عادية زي اللي عملناه كله تكرار حلاوة هذا المفرش انه كتير سهل وكله تكرار اللي هي غرزة العمود وسلسلة والتزايد اللي بنعمله بآخر عمود هاي هيك احنا عملنا كم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة سبعة ثمانية بالتاسع بنعمل عمودين بنفس المكان وبعدين السلسلة بنرجع منعيد كل السطر لحد ما نوصل للآخر ونسكره مع بعض وهلأ هون رح نسكر الدور بآخر شي بنرجع منكرر كل عواميدنا اللي عملناهم عادية ونسكر فيهم الدور العاشر هاي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وآخر عمود رح نعمله رح نعمل عمودين بنفس المكان سلسلة ونسكر بثالث سلسلة عملناها وهيك بنكون خلصنا الدور العاشر الدور الـ رح نرتفع كمان ثلاث سلاسل ونعمل عواميدنا العاديه اللي تعودنا عليها هي اتنين تلات اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه وبآخر عمود رح نرجع نعمل عمودين وسلسلة يعني هذا الدور رح نمشي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عواميد من فصلة وآخر عمود رح نعمل عليه اثنين تزايد هلأ نرجع نكرره مع بعض أقرب الصورة نرجع نعمل أول عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة. أربعة الخيط لحاله بعمل لنا فاصل <applause> واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة وهي خامس عمود ستة سبعة ثمانية تسعة وآخر شي بالعاشر نعمل عمودين بنفس المكان سلسلة ونرجع نكرر نفس الشي نعمل عمود نفس اللي عملناه هون عم نرجع بنعمله هون مرة تانية عمود عمود تاني ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وبآخر واحد عمودين بنفس المكان وبعدين سلسله يعني هذا الدور رح نشتغل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعه ثمانيه تسعه تسع عواميد وباخر واحد نعمل عمودين بنفس المكان سلسله ولحد ما نخلص واجي اعمله هون معاكم واسكره وهلا هون هيخلصنا اخر الدور اللي رح نرجع نكرر عواميدنا عاديه زي ما عملنا من أول السطر هاي ثلاث عواميد أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وبعاشر واحد رح نعمل تزايدنا واللي هو عمودين بنفس المكان سلسلة وبعدين نشبك بثالث سلسلة ونعمل المنزلقة وهيك بنكون خلصنا ليني ابعد الكاميرا هيك بنكون خلصنا 11 سطر هلا في ملاحظه بما انه انه مش كلنا عم نستخدم نفس الخيط فكل دائرة رح تاخد منك شكل مثلاً هلا هدول ال11 دور اذا في حدا بعمل بخيط سميك او صحيح استنوا اشوف لكم هذا الخيط كنت عامله فيه اه هذا اليزا جولد كوتون شوفوا هذا خيط سميك بدنا نحطه هون تخيلوا شوفوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هدول خمس سطور بس إحنا هون وصلنا 11 فرح يفرق كتير بين إنه يكون خيط سميك وخيط رفيع. اتفقنا فإحنا هلا بال دور هاي بأليزا جولد كوتون سنارة أربعة رح يجي معنا المقاس خلينا نشوف هاي 23 سنتي زي ما انتم شايفين يعني المفارش بالعادي بتكون لل 25 سم يعني احنا هلا حنعمل كمان وعشرين سم قولوا كمان دورين يمكن تزايد وبعدين حيصير عنا الشكل المناسب فهلا رح نرجع نتزايد مع بعض ونرجع بعدين نشوف شو رح يصير معانا ولوين بدنا نوقف هلا الدور ال 12 رح نرتفع ثلاث سلاسل ونرجع نعمل عواميدنا عاديه هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وبآخر واحد رح نعمل اثنين عمود وسلسلة يعني بهذا السطر الشغل رح يكون واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر عواميد من فصلة وبآخر واحد رح نعمل اثنين عمود بنفس المكان هلا نكمل تكرارنا نرجع نكمل بعد السلسلة رح نعمل عشر عواميد من فصلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ب اخر واحد اللي هو 11 رح نعمل اثنين عمود بنفس المكان بعدين سلسله نرجع نكمل ونكرر نفس اللي عملناهم هون رح نرجع نعمله هون لحد ما نوصل لاخر واحد خليني اكرره معكم مره تانيه هاي اول عمود واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره وباخر عمود رح نعمل عمودين بنفس المكان وسلسله هيك رح تعملوا اللي عملناه هون ضلكم تكرروه لحد ما نوصل لآخر الدور ونسكره مع بعض وهلا هون يجينا على آخر السطر رح نسكره مع بعض رح نعمل أول عمود منفصل ونضلنا نكمل عواميدنا عادية لحد ما نسكر الدور مع بعض هلا هون كله هيك مع بعض كله عواميد عادية رح نضل نشتغل ونسكر الدور ال عشر مع بعض هاي خلصنا كل العواميد العادية واللي هي عبارة عن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واخر واحد رح نعمل عمودين بنفس المكان سلسلة ومنسكر بتالت سلسلة ارتفعنا فيها وهيك بيكون صار عنا 12 دور شوفوا الجمال بياخد عن جد العقل كتير 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 حبيته ومنكمل الدور عشر ثلاث سلاسل نرتفع وبعدين بنرجع بنشتغل نفس الشغل اللي عملناه بكل الأدوار عواميد منفصلة كلياتها عواميد منفصلة لحد ما نوصل آخر عمود بهذا الشكل أو هذا الفرع ونعمله كله تزايد فهلا حنشتغل كله عواميد هاي كمان عمود كمان عمود وكمان عمود وبآخر هون عمود رح نعمل تزايدنا يعني هذا الدور بنشتغل فيه دقيقة خليني أعمل هذا التزايد بعدين نعده مع بعض سلسلة يعني هذا الدور واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش بنعمل احداشر عمود منفصلين وبآخر واحد بنعمل تزايدنا هلأ نكرره مع بعض مرة تانية خليني اقرب عشان بعد ما عملنا سلسلتنا رح نرجع نشتغل عواميدنا عاديه بنفس الدور اللي اشتغلنا هي كله عواميد زي ما اتفقنا كله كله عواميد عاديه عواميد وهي كمان عمود فوق العمود منضلنا مستمرين بالشغل نفس ما هو لأنه زي ما اتفقنا هو كله تكرارات عبارة عن التزايد اللي بنعمله هو اللي بيكبر لنا المفرش فهون كله هيك هيو تزايد خلصنا الاحداشر عمود المنفصلين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احد عشر عشر وبآخر عمود زي ما اتفقنا عمودين بنفس المكان سلسلة نرجع نعيد هون نفس اللي عملناه بكل الأدوار عواميد عادية كلها منفصلة منضلنا نشتغل عليها عواميد فوق العواميد هون كمان عمود كمان عمود كلها عواميد عادية هاي عواميد وهي اخر عمود منفصل رح نشتغل كمان عمودين بنفس المكان وناخد سلسلة ونكمل كل الدور زي ما كملنا هلأ رح نضلنا نشتغل بكل الدور زي ما اشتغلنا بأوله 11 عمود اثنين بنفس المكان تزايد سلسلة لحد ما نوصل لآخر شي ورح اجي وأسكره معاكم وهلأ هون خلصنا الدور 13 هنخلصه مع بعض رح نعمل عادي عواميدنا كله عواميد بنفس المكان عواميد كلها عادية زي اللي عملناها من اول الدور لاخر الدور. بس انا بحب اسكر معاكم عشان افرجيكم كيف التسكيرة وما حدا يتخربط ويحس حاله انه مش عارف. فهون هيكون كل اشي هيك واضح ونهاية الدور وبداية الدور. والتكرار اللي عم نعمله. فهلأ هيني عم بخلص معاكم اخر العواميد. بعدين زي ما اتفقنا باخر هون عمود رح نعمل عمودين بنفس المكان تزايد بعدين رح نعمل سلسلة ونشبكها بأول سلسلة ونخلص الدور هيك المفرش كل ماله بيزيد جمال يا الله وحبيته كتير على اللون الأوف وايت هذا مرتب مرتب بيعطي شياكة وبياخد العقل هلا هيك احنا خلصنا ثلاثة عشر سطر خلينا نشوف مع بعض كم قياسه هلا نشوف مع بعض كم طلع بالثلاثة عشر بالثلاثة عشر طلع تقريبا سبعة وعشرين سنتي زي ما انتم شايفين بالضبط. هلا بخصوص المقاس كل ما تزايدنا كل ما كبر وبال على حسب كل البوستات اللي شفتها للاتراك وللاجانب كله عم بيعملوا بس 13 سطر يعني عم يعني لهون عم بكتفوا بعدين بسكروا بحشوه او بسكروا ب يعني مثلا هاي هون مسكرته بحشوة زي ما انتم شايفين هي اخر دور مسكر بحشوة في منهم عم بسكروه بعمود داير ما يدور حتى هون على الفراغات عم بيعملوا برضو اه بينهم عمود او حشوة فهيك احنا فأنا لو بسر... مثلا بدنا نعمله مفرش فهذا ممتاز اذا بدنا نكبر ونعمل الكوسترات الكبيرة اللي تحت الاكل اللي زي ما عم بعرضوها هلأ عم بشوف هون على ايكيا لو تشوفوا معي الدوائر تقريبا كلها سبعة وثلاثين سنتي يعني شبه كأنه ستاندر هاي دائرة هاي دائرة كله سبعة وثلاثين سنتي زي ما انتم شايفين شوفوا يعني كله مفرش أطباق أخضر زهري زهرة سبعة وثلاثين سنتي كله 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 سبعة وثلاثين سنتي هذا سبعة وثلاثين هذا الأش كمان سبعة وثلاثين فالظاهر انه زي شبه ستاندر هذا المقاس لل 37 فاحنا هون شو عملنا اخذنا القياس قديش طلع يعني لو 37 بدنا تقريبا كمان شوفوا مثلا هون لل 37 بدنا كمان تقريبا سبع او تسع ادوار عشان يصير الكوستر الكبير ف كل وحدة حسب شو بدها تعمل اذا كان مفرش او كان كوستر الكبير اللي تحت الاكل هذا تاعت الصحون اللي هلا هو دارج واصلا طلع مفرش الورد عليه فكل وحدة على حسب اذا بدك مفرش بتقدري تعمليه هلا بكل القياسات اذا بدك تعمليه كوستر هاي قلت لكم عند ايكيا مثلا الرينج تقريبا 37 سم انه هيك بيكون دائري كامل اذا بدك تقللي يعني عن ال 37 وتعمليهم مع الورد 37 كله كمان بصير ما بدك تعمليهم مع الورد تقريبا 37 يعني كمان 3 سم يعني بصير 39 ل 40 على حسب نوع الخيط زي ما اتفقنا فاحنا هون 13 13 دور عملنا حسب خيطك ممكن خيطك يكون خلص وصل ال 37 هلا ممكن خيطك اصغر يا دوب واصل فبدك تضلك تتزايدي التزايد زي ما انتم شايفين خاصة للمبتدئات ما في ولا شيء رح نعمله زيادة غير انه نعمل هدول العواميد العادية بعدين باخر عمود بنعمل تزايد كل ما عملنا تزايد كل ما كبرت الدائره كبرت الدائره حتى لو خيطك بتستخدمي سناره واحد فهذا على حسب انت شو بتستخدمي الخيط هو اللي رح يعتمد عليه حجم المفرش اتفقنا فهلا المفرش عندكم يا يعني بتقدروا تعملوه بحجم كوسترات صغيره تاعت الكبايات بتقدروا تعملوه مفارش عاديه بكل الحجم اللي انتم بدكم اياه وبس يكون هيك شكل مفرش على طاوله بياخذ العقل وبتسكر باخر شيء يا حشوه يا عواميد يا زي ما قلت لكم ال 37 اللي هو كوستر الصحون الكبير 37 سم بتضلكم تعملوا الادوار لحد ما توصلوا للشكل او الشغله اللي بدكم اياها بالضبط رح نكمل كم دور كمان مع بعض زياده تاكيد بعدين بنكون وقفنا للدور اللي بدنا اياه فهلا الدور ال 14 رح نرتفع برضو ثلاث سلاسل ونرجع نكرر نفس اللي عملناه بكل الادوار نشتغل عواميد من فصله بعدين باخر عمود رح نعمل اللي هو تزايدنا عشان كل ماله ويكبر المفرش فهلا رح نشتغل بهذا الدور كله هلا عواميد هيو زي ما انتو شايفين زي كل الغرز اللي استخدمناها هي هي هذا تكرار مجرد بس عشان الدائره تكبر معانا فهلا زي ما شايفين رح نعمل كله عواميد وباخر عمود عم نعمل تزايدنا اللي هم عمودين بنفس المكان سلسله نرجع نعيد كله عواميد نرجع نكرر نفس اللي كررناه اول شي عواميد عاديه نضلنا نشتغل فيها نشتغل فيها لحد ما نيجي نقرب على اخر عمود اللي بنعمل فيه التزايد هاي عملنا فيهم عواميد وآخر عمود رح نعمل فيه تزايدنا اللي هو عمودين بنفس المكان وناخد سلسلة يعني هذا السطر رح نشتغل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11, 12 اتناش عمود من فصلين واخر شي تزايدنا سلسلة على ما نخلص كل الدور ونسكره مع بعض وهلأ هون وصلنا اخر الدور الاربعة عشر نسكره مع بعض واللي هي كلها عواميد زي ما اتفقنا رح نشتغل كله عواميد لحد ما نوصل لأخر عمود وبعدين نشتغل فيه هي عواميد عادية فوق كل عمود عمود فوق كل عمود عمود لحد ما نوصل لآخر عمود ونعمله التزايد خلصنا هيك عواميدنا هي آخر عمود منفرد آخر وحدة بنعمل فيه عمودين بنفس المكان سلسلة ومنسكر شغلنا بتالت سلسلة وهي خلصنا هيك 14 دور مع بعض كامل ونعمل هال الأخير مع بعض ونسكرها طبعا هذا مفرش للورد لأي لا شي بدك ممكن بآخره تعملي حشوة ويضلوا هيك على الطاولة بياخد العقل فكل واحدة بتقدر تستخدمه زي ما هي بتحب بخصوص البنات اللي حابين يكبروه أكتر وأكتر عم بعمل مدونه ان شاء الله مع هذا الدرس راح تكون موجوده راح احط لكم فيها القياسات الاكبر للتزايد مجرد ما انت تمشي عليها بس راح يكون مكتوب آه الباترون آه يدوي يعني هيك كلام مثلا السطر ال 15 هلا راح راح اكتب لكم فيه مثلا بترتفعوا ثلاث سلاسل بتشتغلوا 13 عمود بتعملوا تزايد وبتضلكم هيك لحد ما تسكروا فحكتب إياه بالتفصيل المدونة رح تكون عبارة عن مرجع لأي حدا بحب يستخدم أي خيط وأي آه، 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 أي سنارة رح يلاقي كل إشي مكتوب بالح... يعني بالتفصيل الأكتر عشان تقدروا تعملوا اللي بدكم إياه وهلا بخصوص اخر دور واللي هو الدور ال انا حابه اخليه هيك بدون دور تسكير في ناس بتحب تسكره مثلا راح افرجيكم رح هون راح افرجيكم هاي هون أكبر. مثلا هاي المصممه شو مش مخليته اخر شي مخليته زي ما هو زي ما احنا عاملينه في مصممه تانية عامليته هون مثلا باخر سطر عامله حشوه ف هون الخيار لإلكم فيا بتسكرو مثلا اذا بدكم بحشوه رح ترتفعوا سلسله وعلى كل العواميد رح تشتغلوا حشوه هيك حشوه عاديه حتى يعني ما في شيء هيك بس حشوه عاديه على كل نشتغل على, على كل عمود حشوه حشوه عاديه زي ما أنتوا شايفين هي حشوه عاديه على كل العواميد حتى لما نوصل على العمود اللي عملنا فيه تزايد رح نستخدم كل واحدة عليه حشوة كأنه عمود عادي وهون على السلسلة رح نحط كمان حشوة فرح يكون هيك النهاية عنا اللي بحب يسكره بعمود رح يصير بهذا الشكل عمود عادي على كل عمود رح نشتغل عواميد عادية هيك على كل عمود هاي التذكيرات الموجودة أكتر شي على الساحة الفنية فكل واحد حر إيش بحب يسكره على الموديل اللي عاجبه فهيك إذا بتحبي تسكري بعمود عادي هاي عواميد عادية على كل عمود عمود بالضبط ما في ولا شيء يعني رح نستخدم بس العمود على كل العواميد اللي عملناها ولما نيجي نوصل هون كمان على آخر واحد اللي هو التزايد رح نستعمله كأنه عمود عادي على كل عمود عمود رح نوصل على السلسلة رح نشتغل فوقها عمود فهاد إذا حبيتوا تسكروه بحشوة وهاد إذا حبيتوا تسكروه بعمود عادي أنا ما رح أسكره حاب يكون هيك لأنه عجبني التصميم بدون تسكيرات هيك بنكون خلصنا حلقتنا زي ما قلت لكم كمان رح تلاقوا كل التفاصيل على المدونة أكتر وأكتر للي حابب يكبروا أكتر من هيك ويخليه بمقاسات بتناسبه وبتناسب الخيط اللي عم بيستخدمه فإن شاء الله يا رب أكون قدرت أوفي كل حق الشرح واكون دائما عند حسن ظنكم واهلا وسهلا بكل الموجودين المشتركين القدام والجداد حبايب قلبي شرفتوني وعن جد كل يوم عم نكبر وعائلتنا عم تكبر وعم نبدع مع بعض اكثر واكثر كل وسائل التواصل الاجتماعي تحت بصندوق الوصف وغير هيك عم نعمل يوميات بتاخد العقل من إبداعكم لدعمكم عشان بحب أدعم كل وحدة فيكم يعني ما تتخيلوا أنا أي حدا حتى لو تأخرت أني أنزل الدعم له بالعكس والله العظيم بخبي التطبيق وبعدين برجع بعمله منشن على الستوري علشان يعني زي ما انتم بتحبوني وبتحبوا تبدعوا معي انا كمان بحبكم وبموت عليكم بحب عن جد ابدع معكم ونعمل اشياء جديده وتكون مختلفه علشان يعني نخلق جو عظيم وحلو بعيد عن كل الضغوطات اللي عن بتصير بالحياه وبالدنيا لا تنسوا تضيفوني على الانستجرام هناك يومياتنا وكمان في التيك توك والمتجر الالكتروني تبعي تبع المنتجات الطبيعية بعتولي لي كل الاشياء اللي بتعملوها على مسج بالدايركت مسج على الانستغرام انا بشوف كل المسجات وبحاول ارد على الكل حتى لو تاخرت كم يوم تعرفوا لانه شوي ضغط بس يعني تقريبا عم برا... عم بجاوب على كل الاسئله وعم بجاوب بشوف كل 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 المسجات اللي عم تبعثوا لي اياها ان شاء الله يا رب اكون اديت كل حق وهذا المفرش الرائع وهذا بناء على اختياركم رح يكون في مفارش تانية بالحلقات الجاي اللي بحب انه يستخدمها اه وشغلة تانية اه الحلقة الجاي حتكون عبارة عن ثلاث أشكال ورد منتشرة أكثر شيء بمفرش الورد فاللي بحب عشان المرة الجاي يكون معانا رح يكون إبداع رائع انتظرونا حنبدع وبس تخلصوا هذا المفرش ابعتوا لي وزي ما قلت لكم هذا المفرش عادي بتقدروا تستخدموه كمفرش عادي مش ضروري انه تحطوا له ورد او شيء لانه هو اصلا بياخد العقل فممكن تحطوه على اي طاولة بتحبوها او متوفرة عندكم واشوفكم بالحلقات الجاي وان شاء الله تكونوا بألف خير